مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع مرة أخرى في حلقة من حلقات القضايا الكندية. نتكلم فيها عن أمور تهم المواطن العربي وغير العربي أصلا في كندا، ولكن لأننا نتكلم بلغة عربية فتوقع أنه توجهنا للمواطن العربي. نتحدث عن الأمور وقضايا حساسة تهم الحياة الاجتماعية والسياسية في كندا. بدأنا في أهمية الحياة السياسية، بدأنا لماذا ينخرط المواطن الكندي في الحياة السياسية، ما هي الحسنات والإيجابيات، كيف ينخرط. وطبعا لن نستطيع الانخراط في أي شيء إذا لم نفهمه، ولذلك بدأنا نفند الأحزاب السياسية الكبرى. سنحاول أن نعطي كل ذي حق حقه. بدأنا بحزب المحافظين الكندي، ثم انتقلنا إلى حزب الخضر، وانتقيناهما بالصدفة لأن عندهم انتخابات لرئاسة الحزب. والآن سنبدأ بحزب الديمقراطيين الجدد or NDPs, New Democratic Party of Canada، لنتكلم عنه بملية. سنتحدث عن هذا الحزب، ما له وما عليه، كيف يمكن الانخراط، لماذا يجب الانخراط. إذا أردت أن ترشح أو تنتخب هذا الحزب يجب أن تفهم الأيديولوجية تبعته، طريقة التفكير. وأنا وصديقي الأستاذ محمد دائما نفتخر بوجود الضيفين العزيزين على قلوبنا. أنا حترك الأستاذ محمد يقدم، لأنه هذا شرف كبير لنا أن يكونوا دائما معنا ويعطونا الكثير من وقته. أصدقائي الأعزاء، مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسرني طبعا أن أقدم الدكتور نور القادري والأستاذ حسن غية، معنا ضيوف دائمين على هذا البرنامج. ألف شكر لاستمرارهم معنا كل هذه الفترة، لاهتمامهم الشديد في أن يوصلوا المعلومة النقية السليمة لأصدقائنا العرب في كندا، اهتمامهم الكبير في أن يفيدوا الآخرين ويعطوا من خبراتهم. أهلا وسهلا بكما وشرفتمنا، دائما تشرفونا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكما وبالدكتور نور وبجميع المشاهدين والمستمعين، شكرا جزيلا على هذا، على الاهتمام. طيب، احنا كعادتنا اساتذتنا الاكارم نبدا باي حزب من حيث التاسيس، فنتساءل هذا الحزب متى تاسس، هل كان افرازا لاحزاب اخرى ام هو وليد نفسه. فنبدا الحديث بالاستاذ حسن غية يحدثنا عن بدايات تاسيس الNDP او حزب الديمقراطيين الجدد في كندا. حزب الديمقراطيين الجدد في كندا طبعا هو نتيجة تحالف أو اندماج بين حزبين كانا موجودين أولا قبله، وهو حزب الحزب الديمقراطي الاشتراكي ومؤتمر العمر الكندي. الحزب الاشتراكي الديمقراطي أسس عام 1932، مؤتمر العمل الكندي أسس 56، بينما حزب الديمقراطيين الجدد أسس سنة 1961. هذا الحزب من تاريخه طبعا من عام 1961 حتى الآن عندنا حوالي 60، ما يزيد على 60 سنة إذا لم نتحدث عن الفترة التي سبقت تأسيسه. كان عنده الكثير من الأمور التي جعلت منه أول حزب في كندا. مثلا أول حكومة اشتراكية في أمريكا الشمالية كانت حكومة ساسكاتشوان، والتي نجح فيها حزب الاشتراكيين، الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكندي الذي هو من كان قبل الديمقراطيين الجدد، وكان ذلك عام 1944 برئاسة تومي داغلاس. وتومي داغلاس فيما بعد كان أول رئيس، أول زعيم للحزب الديمقراطيين الجدد. وكذلك حزب الديمقراطيين الجدد كان أول حزب رئيسي في الاتحاد الكندي تتزعمه امرأة، وكان ذلك عام 1989 عندما انتخب الحزب أودري ماكلولن. نعرف أن بعد أودري ماكلولن الحزب هذا عام 1989 الحزب المحافظين
أتى بعد ذلك بحوالي 4 سنوات وانتخب كيم كامبل، والتي لم تستمر طويلا في زعامة ذلك الحزب. وكذلك يحسب للحزب الديمقراطيين الجدد أنه أول حزب يختار زعيما له من الأقليات، الذي هو الزعيم الحالي جاكميت سينغ. ويعني نظريا على الأقل، عندما يكون شخص زعيما لحزب فيدرالي رئيسي، معنى ذلك هو مرشح جدي ورسمي لرئاسة وزراء كندا. إذن هذه هي الأمور التي تحسب للحزب الديمقراطي الجديد، أنه كان مجددا في التاريخ الكندي، وكما نقول الآن أصبح عمره ما يزيد على 61 سنة. طبعا خلال النقاش سنتحدث عن تفاصيل أخرى. طبعا نقطة سريعة جدا، هذا الحزب يعتبر على يسار السياسة الكندية، ويدافع عن سياسات اليسار، كما قلنا من الأحزاب التي أسستها كانت أول حكومة اشتراكية. وعلى الصعيد السياسة الدولية يدعم السلام الدولي، ويعارض بشدة الاصطفاف الحكومة الكندية مع السياسات الأمريكية وسياسات حلف شمال الأطلسي. هذه نظرة عامة، نظرة سريعة، وخلال النقاش سنتحدث عن التفاصيل. بس على الـ على على استكمالا لهذا الأمر، ننتقل للدكتور نور بارتباطات الحزب. هل هناك حين تأسس الحزب في بداية تأسسه، هل تأسس مرتبطا بأحزاب أخرى، أم تأسس وحده بمجموعات مستقلة؟ تأسس وحده بمجموعات مستقلة. هذا التوجه الاشتراكي يعني رأى أنه هنالك قاسم مشترك كبير بينه وبين نقابات العمال. CLC أو Canadian Labour Congress هو أكبر ممثل لنقابات العمال في كندا فيدرالياً، حاليا يرأسه حسن يوسف، وأكثر من 3 ملايين عضو هم أعضاء في الكنديان ليبر كونغرس. تأسيس الNDP الحزب الديمقراطي الجديد كمجموع لنقابات العمال والحزب الاشتراكي الكونفدرالي في كندا جعل منه رقما صعبا في السياسة الكندية منذ ما يقارب 60 عاما، كما أشار أخي الأستاذ حسن. هنالك محطات مهمة لهذا الحزب تاريخيا علينا أن نقوم بها. هذا الحزب كان دائما من عدد من حيث النواب أو الرابع في البرلمان، باستثناء مرة واحدة في العام 2011 عندما قفز بزعامة جاك ليتون إلى حكومة الظل أو ما يسمى الأوبوزيشن، وحصل على 102 من أعضاء مجلس النواب أو البرلمان الكندي. كان له محطات مضيئة. تومي دوغلاس هو أول زعيم للحزب الديمقراطي الجديد، لكنه كان رئيساً لوزراء مقاطعة ساسكاتشوان، وهنالك يعتبر مولد الحزب الديمقراطي الجدد. الحزب الديمقراطي الجديد هو أكثر الأحزاب تماسكاً بين المقاطعات والفيدرال، حيث يعتبر كل عضو في حزب الديمقراطي الجديد في المقاطعة هو فيدرال، والعكس صحيح، كل عضو في الفيدرال يكون عضوا في المقاطعة حيث يسكن، باستثناء الحزب الديمقراطي الجديد في كيبك، والذي كان محل كحزب في الثمانينات، ومن ثم عاد وعيد إنشاؤه في العام 2015 في كيبك كحزب للمقاطعة، ولديه مثل الأحزاب الأخرى انفصال. كنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة أن الحزب الليبرالي في كيبك لا يمت بصلاح الحزب الليبرالي على المستوى الفيدرالي، وكان زعيم الحزب الليبرالي في كيبك جان شاري ورئيس وزراء كيبك الليبرالي، كان هو نائبا للحزب المحافظين على المستوى الفيدرالي، وكان مرشحا
وكان زعيم هذا الحزب في فترة من الفترات، وكان مرشحا جديا لتلك الزعامة في العام الماضي، او على الاقل طرح كذلك. الحزب الديمقراطي الجديد هو اكثر حزب تماسك من حيث العضوية بين الفيدرال او الاتحاد الفيدرالي والمقاطعات. الجديد بالذكر ايضا ما قام به هذا الحزب بالاخص في حكومات الاقليمات، مثلا ريفورم او تحديث موضوع الضمان الاجتماعي لكبار السن في كندا، كان قد فرضه تومي دوغلاس في الستينات. وأيضا كان الحزب الديمقراطي الجديد بزعامة ستيفن لويس في أوائل السبعينات قد دعم حكومة ترودو لمدة سنتين في كحكومة أقلية. دكتور نور إذا سمحت لي، يعني قبل أن ندخل في المواقف، لأنه سنأتي إلى المواقف والأراء والمحطات المختلفة التي دخل فيها حزب الـNDP، أنت تحدثت عن الهيكل وتحدثت عن الارتباط ما بين المقاطعات والفيدرال، وذكرت أنه حزب الـNDP هو الأكثر تلاصقاً بين الفيدرال والمقاطعات. من أين يأتي هذا التلاصق والترابط ما بينهما؟ هل هو من توجيه من الحزب أو من قناعة الحزب؟ تعرف الحزب الأيديولوجيته بتكون بهذا الاتجاه، عمالية وبدأ عمالية وأقرب إلى الديمقراطية، بيكون ممكن يجد ضالته في نفسه، يجد ضالته مع أبنائه يعني. فما هو سبب هذا الترابط؟ السبب الأكبر في هذا الاتجاه هو وحدة المشاكل التي يواجهونها العمال والموضوع الأحزاب السياسية. الأحزاب الأخرى التي لم يكن لها ارتباط لصيق في نقابات العمال كانت تحاول أن تفصل بين ما هو فيدرالي الشأن وما هو من شأن المقاطعة، مثلا التربية والتعليم، المواصلات هي من شأن المقاطعة، أما المطارات والدفاع والسياسة الخارجية هي من شأن الاتحاد الفيدرالي. بالنسبة للديمقراطيين الجدد، كون أصحابهم أو معظم أعضائهم هم من يأتون من خلفية CLC أو Canadian Labour Congress، الاتحاد العام لنقابات العمال في كندا، وكون أيضا هذا الالتصاق جاء بطريقة دستورية في الحزب، فيا 25% من المندوبين، كان المندوبين في مؤتمرات الحزب على المستوى المقاطعة وعلى المستوى الفيدرالي يأتون من الأعضاء والذين يمثلون المناطق والدوائر الانتخابية Riding Associations ومن نقابات العمال. غير الحزب مؤقتا دستوره إلى أن أصبح ما يسمى ب One Member One Vote، أو كل مرشح ينتخب عضوا. وفي هذه المعادلة جاءوا بمعادلة جديدة، أن 25% من الأصوات في المؤتمر العام في حزب الديمقراطيين الجدد يأتون من نقابات العمال، فحفظوا حق على نقابات العمال ب 25% من الأصوات، ومن ثم 75% هم للأعضاء في الحزب. دكتور نور، بس سؤال سريع، يعني هلأ كل اللي منتمين لنقابات العمال أوتوماتيك منتميين للحزب الديمقراطي الجديد؟ يحق لهم مباشرة أن يكونوا أعضاء في المؤتمر وأن يصوتوا في المؤتمر. إذا كنت مثلا في نقابة الأساتذة مثلا في جامعة كارلتون مثلا، أو في نقابة الباحثين في جامعة أوتاوا مثلا، يمكنك أن تتبع رسوم المؤتمر وتحضر وتنتخب دون الانتماء إلى حزب الـNDP. أستاذ حسن تفضل. توضيح بسيط بالنسبة لنقابة العمال، كلام الدكتور نور صحيح، ولكن إلى حد ما نقابة العمال ليس كل العمال أعضاء في نفس نقابة العمال الكنيديان ليبر كونغرس. يعني هو الكنيديان ليبر كونغرس الذي هو مؤتمر العمل الكندي،
هو الذي عنده علاقة عضوية مع حزب الديمقراطي الجديد. ولكن النقب هنالك بعض النقابات الأخرى التي ليس لها هذا الارتباط مع حزب الـ NDP. هذا من ناحية. من ناحية أخرى تصحيح أو طفيف ليس له أثر كبير، أخي الدكتور نور ذكر ستيفن لويس في البداية عندما تحدث عن زعامة حزب الديمقراطي الجديد، هو ديفيد لويس، ستيفن لويس ابن ديفيد لويس، وكان ستيفن لويس رئيس زعيم الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو، ولكن الذي كان زعيما للحزب الديمقراطي الجديد على المستوى الفيدرالي هو الأب، وهو ديفيد لويس، والذي كان زعيما للحزب ما بين 71 و75. وديفيد بفترة ديفيد لويس كان هنالك حكومة أقلية بزعامة تريدو الأب، يعني دائما تحدث عن الابن والأب، وإن لم يكن هنالك وراثية رسمية، ولكن بطريقة أو بأخرى نجدها في عصر تريدو الأب بيير إليو تريدو، عندما كان زعيما لحكومة أقلية كان ديفيد لويس زعيما لحزب الديمقراطي الجديد، وإن لم يكن له عدد نواب كبير، ولكن كما قلنا في عدة حلقات سابقة وسنخصص حلقة مستقبلا إن شاء الله لحكومات الأقلية. بما أنه كان الحكومة الأقلية دائما تحتاج لدعم من الآخرين، كان لديفيد لويس الفضل في تغيير الميزانية الفيدرالية، مع أنه كان في المعارضة لإنشاء بيترو كندا مثلا وإنشاء مؤسسات أخرى تابعة للحكومة الفيدرالية، فرض هذا على الليبراليين الذين كانوا في حكومة أقلية ليؤيدهم في المصادقة على الميزانية. يعني صراحة معلومات ممتازة، بس أنا في عندي سؤال، هل حزب الديمقراطيين الجدد يعتبر أقصى من هم في الشمال أو في اليسار نحكي السياسي في كندا؟ وهل في تغير صار في الاستراتيجية منذ بداية تأسيس هذا الحزب إلى الوقت الحالي؟ هل فيصار، إحنا حكينا في البداية أن رئيس الحزب أحيانا يتحرك في الحزب قليلا إلى اليمين وقليلا إلى اليسار، فهل صار في تغييرات؟ وأنا بدي أسأل الأستاذ حسن برضو يعني شق تاني للسؤال، يحكي لنا شوية عن أهم من قادوا هذا الحزب، وأنا بعشق جاك ليتن، فإذا تعطينا برضو إنارة عنه لأنه شخص يعني أعتقد كل الكنديين أحبوه. لا لن نخيب ظنك، جاك ليتن طبعا هو نجم تاريخ حزب الديمقراطي الجدد، ولكن لنتحدث بالتفصيل. أولا حصل هنا عندما سألت إن كان هو على أقصى اليسار في كندا أم لا، نحن عندما نتحدث عن الأحزاب التي لها وجود في البرلمان الكندي والأحزاب التي لها طموحات معقولة وطموحات ممكن أن تتحقق بقيادة الحكومة الكندية، هو على اليسار طبعا. أما في الساحة الكندية شعبيا هنالك أحزاب يسارية كثيرة، هنالك الماركسية اللينينية والاشتراكية الدولية، وهنالك أحزاب يسارية كثيرة يعني، ولكن عندما نتحدث عن الأحزاب التي من الممكن أن تقود الحكومة الكندية، الديمقراطيين الجدد يعتبرون في يسار الساحة الكندية. طبعا حصل هناك تغيير من وقت لآخر في سياسات الحزب الكندي، مثلا توم مولكير مثلا قاد الحزب الديمقراطي الجديد أكثر باتجاه الوسط منه إلى اليسار، محاولا لأنه كان عنده بعد الموجة البرتقالية التي حققها جاك ليتن بزعامته الشعبية، وسنعود لذلك. توم ميلكير كان لأول مرة في تاريخ كندا وفي تاريخ الحزب الديمقراطي الجديد هنالك توقعات أن يقود الحزب الديمقراطي أن يصل الحزب الديمقراطي الجديد للسلطة، خاصة أنه في ذلك الوقت كان هو المعارضة الرسمية أو حكومة الظل. فتوم ميلكير ليعزز فرصه بالوصول إلى السلطة خفف من يسارية حزبه. ما الذي حصل؟ أن الناخب الكندي كان مستعدا للتغيير، كان قد سئم من سنوات
ستيفن هاربر وتوجهاته اليمينية. عندما ذهب توم ميلكير شيئا ما نحو اليمين أو نحو الوسط، الليبراليون، وهذا من مفارقات السياسة الكندية، الليبراليون صوروا أنفسهم أو تقدموا للناخب الكندي وكأنهم هم يسار السياسة الكندية أكثر من حزب الديمقراطي الجديد، وهذا الذي حصل. خسر الديمقراطيين الجدد، ونتيجة لذلك خسر توم ميلكير زعامة الحزب ووصل جيستين تريدو إلى السلطة. نعود للسؤال الأساسي، من هم الناس الأشخاص الذين قادوا هذا الحزب؟ عند تأسيسه كما قلنا قاد الحزب تومي داغلاس، الذي كما قلنا كان شكل أول حكومة اشتراكية في أمريكا الشمالية، وكان ذلك في ساسكاتشوان. وتوم داغلاس كان تومي داغلاس كان من عام 1961 و 1971 حتى 1971 هو أول زعيم ويعتبر من الزعماء التاريخيين. من الأمور التي سجلت لتومي داغلاس في عندما كان في الحكومة عام 1970 عندما أصبح هنالك كما يقولون أزمة أكتوبر أو انتفاضة تشرين كما يقولون عندنا هنا في كيبك في الحركة الانفصالية والاعتداءات أو الهجوم الإرهابي في كيبك في تلك الفترة، لمن يتابعون السياسة الكندية أو يعرفون تاريخ كندي، في هذا عام 1970 قتل وزير وسفير لبريطانيا، اختطف وزير وقتل وسفير بريطانيا، كان رئيس الحكومة في ذلك الوقت جيستين تريدو، فأعلن حالة الطوارئ. بيير إليوت تريدو أعلن حالة الطوارئ وحالة الحرب وقيد الحريات وألقى بالناس في السجون. تومي دوغلاس كان من القلائل الذين عارضوا إعلان حالة الطوارئ بالشكل الذي أعلنها تريدو في الحزب، لدرجة أن خصومه في البرلمان فيما بعد قالوا أنه أبدوا إعجابهم بشجاعته وموقفه، وقالوا أنه اتخذ الموقف الذي لم نجرؤ على اتخاذه نحن. بعد استقالة دوغلاس تومي دوغلاس عام 1971 أتى ديفيد لويس من 71 إلى 75، وكما قلنا كان في إحدى الفترات التي كان هو زعيما للحزب كان الليبراليون في حكومة أقلية، وكما قلنا سابقا تحدثنا خلال هذه الحكومة الأقلية فرض شروطا على الحكومة الليبرالية، ولا يزال الكنديون حتى الآن يستفيدون من هذا. معلش بس دا أعطي بشغلي، أنا بعرف أنه هو أيضا تومي دوغلاس هو أول من introduced the universal health care في كندا. صح، وهذه صح. يعني تعتبر من اللي كنا الآن نستفيد منها طبعا من إنجازاته. بعد ديفيد لويس أتى زعيم آخر، زعيم تاريخي للNDP، وهو أد برودمنت. أد برودمنت يعتبر من حكماء السياسة الكندية ومن الزعماء التاريخيين، حكم من 75 حتى لم يحكم أصلا، قاد الحزب من 75 إلى 89. ومما يحسب لي أد برودمنت بعد أن انسحب من قيادة الحزب، وعندما صار هنالك اتحاد اليمين ووصل اتحد اليمين، فأد برودمنت الذي لم يعد في السياسة وجون كريتيان الذي كان رئيس وزراء سابق تفاوضا لوحدة اليسار، توصل إلى فكرة أنه لن يستطيع أن يقف في وجه اليمين المتحد إذا بقي اليسار أو يسار الوسط مشردما. فحاول جون كريتيان وأد برودمنت، وكان قاب قوسين أو أدنى من اتحاد حزب الNDP الديمقراطي الجديد مع الحزب الليبرالي ليقف صفا واحدا في وجه المحافظين. ولو نجح أي سنة عفوا في الثمانينات؟ هذا لا ببداية القرن 21، يعني مثلا جون كريتيان كان بالسلطة من 93، وبعد أن بعد حكومة جون كريتيان يعني في بداية حكم ستيفن هاربر 2006. نعم. أوكي. 2006 في بداية القرن 21. بعد أد برودمنت أدى زعيمان لم يكن لهما تأثير كبير، ولكن كانت كما قلنا أولى في تاريخ السياسة الكندية أن تصل إمرأة إلى زعامة الحزب، وهي أودري ماكلونن التي كانت من 89 إلى 95، وأتت بعدها أليكسي ماكدونو من 95 ل 2003.
بعد ذلك أتى حبيب قلبك جاك ليتن. طبعاً. جاك ليتن الذي أتى عام 2003 حتى 2011 واستطاع بالكاريزما التي كان يتمتع بها أن يوصل حزب الديمقراطي الجديد إلى أوج انتصاراته. يعني في انتخابات 2011 كانت هنالك الموجة التي تسمى الموجة البرتقالية، فاز أكثر من 100 مقعد في البرلمان، وحتى لكذلك هذه أولى في التاريخ، والأولى الأخرى في التاريخ أيضا أن النواب من كيبيك، عدد النواب الديمقراطيين الجدد في كيبيك كان يفوق عدد النواب الديمقراطيين الجدد في باقي كندا، وكانت هذه سابقة لأن الحزب الديمقراطي الجديد لم يكن له أكثر من نائب في البرلمان في عندما أتى ليتن، يعني كان توم ميلكير. وبعد جاك ليتن أتى توم ميلكير. توم ميلكير يعتبر كذلك من الأمور التي سجلها توم ميلكير أنه كان أول نائب ينتخب في انتخابات عامة في كيبيك، ولكن كزعيم في عهد توم ميلكير تراجع الحزب، بدل أن يكون بعد أن وصل إلى قاب قوسين أو أدنى ليصل السلطة انتقل إلى الدرجة الثالثة في قيادة الحزب. وبعد توم ميلكير في العصر الراهن كما يعرف الجميع أتى جاك ميتسينغ الذي هو كما قلنا أول زعيم يأتي من الأقليات. يعني عندهم طيب. أول كثيراً، أول مرأة، أول حزب اشتراكي، أول حكومة، أول يعني صراحة شيء جميل. جاك ليتن وجاك ليتن يا وجاك ليتن أعتقد إنه توفى من السرطان، يعني كان وضعه جيد لكن أصيب بالسرطان. ف يعني جاك ليتن بالنسبة للحزب لم يدم طويلا، يعني بعد انتصاره بفترة وجيزة جدا توفي، يعني هو تقريبا توفي في نفس العام الذي نجح فيه في الانتخابات. نعم. الذي نجح فيه كزعيم للمعارضة، هو كان في البرلمان قبل ذلك. نعم. أنا طبعا أخذت الكلام من الدكتور نور حين كان يتحدث عن المحطات المختلفة لحزب الديمقراطيين الجدد، والآن أعيد لك الكلام دكتور نور من جديد، ولنجمع الأمرين في بعض. المحطات الأساسية لحزب الديمقراطيين الجدد وأيضا المحطات الأساسية له في الانتخابات وفي البرلمان والتفوقات التي حصل عليها والإنجازات التي حصل عليها خلال الفترات المختلفة والحكومات المختلفة من عهده. بالطبع الحزب الديمقراطي الجديد لم يكن حزبا قويا من حيث عدد النواب، لكنه لعب دورا حساسا في حكومات الأقليات في أكثر من مرة. كما أشار أخي حسن، ديفيد لويس مثلا عندما كان في السبعينات في أوائل السبعينات زعيما للحزب الديمقراطي الجديد، كان ما لديه ما يسمى البالانس اوف باور، او كان يرجح كفة الميزان، وكان ترودو الأب بحاجة الى صوت الديمقراطيين الجدد، ففرضوا عليه كثير من الامور مثل دكتور نور، يعني معلش بس طرفة خفيفة او نحكي عبارة خفيفة الظل. دائما في الفرق لما بتلعب فريقين بيلعبوا بيحكوا في واحد كان يمتلك الملعب والثاني كان يهدف، فيبدو انه دائما قدر الان دي بي انه يوجه القرار والتهديف في القرارات يكون للحكومات. بالطبع هذا ما نشهده الان، هذا ما شاهدناه في اماكن كثيره. يعني هم من ارتدى دعم الببليك هيلث كير الموجود في كندا، والذي نحصد عليه من الامريكيين مثلا الوان تير سيستم الموجود في كندا بالنسبه للهيلث كير، هذا كان من تخطيط وتنفيذ حزب الان دي بي في كندا، واخذته جميع المقاطعات الكنديه. امور كثيره تعنى بالبنشن ريفورم او الضمان الاجتماعي في كندا هو صنيعة حزب الـ NDP، تتماشى فيها كل الحكومات التي تحكم،
من المحافظين أو الليبراليين ويقومون بدعم هذه الأمور، ولا يمكن لهم أن ينتزعوا هذه الأمور لأنها قد تخسرهم في الشارع. لم يطرحوها عندما كانوا في الحكم، لكن فرضت عليهم من حزب الديمقراطيين الجدد، وعندما سرت بالمفعول التراجع عنها سيكون صعب. يعني قد يخسر أي حزب يطرح سحب مثلا أو تخصيص الهيلث كير أو الصحة العامة. أعتقد لأنها دكتور أهم فارق بيننا وبين United States of America، أهم فارقين، وهذا يعني أهم فارق بين الحكومتين في بين كندا وأمريكا. بالطبع كان بيرني ساندرز في الانتخابات الماضية على زعامة حزب الديمقراطيين في أمريكا يطرح موضوع الهيلث كير. أوباما كان طرح هذا الشيء وحاول أن يفعله ولم يستطع. كانت كالإشارة دائما إلى كندا، حتى أن بيرني ساندرز جاء مع مجموعة من الذين يعانون من مرض السكري إلى مدينة وينزر الكندية ليطرح موضوع أن ما لا يمكننا أن نحصل عليه في الولايات المتحدة الأمريكية يمكننا أن نحصل عليه في كندا بطريقة مباشرة وسلسة في موضوع الصحة العامة. هنالك أيضا تقديمات مهمة جدا بالنسبة للريباتريشن أكت أو ما يسمى Charter of Rights في كندا في العام 1982، وهو تعديل الدستور الكندي. بيير إليوت ترودو في العام 1980 فاز بحكومة أغلبية، لكنه خسر نوابه في الغرب الكندي، لم يكن لديه نواب من الغرب الكندي، فطرح مع إد برودباند أن يقوم بحكومة ائتلاف، يعني أن يعطي وزراء لحزب الـ NDP وأن يكون لديه حكومة ائتلاف ليقوم بتمثيل الغرب الكندي عبر نواب من أو وزراء من حزب الـ NDP. رفض إد برودباند هذا الكلام. إد برودباند كان شخصية مهمة جدا، كان يسمى ستيتسمان، هذا من قيادات القليلة في كندا من وزن بيير إليوت ترودو، وقاد الحزب بين عام 1975 و 1989. رفض هذا الكلام بالنسبة للسيد ترودو، لكن حكومة ساسكاتشوان في الـ NDP لعب عبرها إد برودباند دور أن تكون حكومة ساسكاتشوان أحد الكاتبين للدستور الكندي الجديد، وكان ري رومانو والذي كان وزيرا للعدل في حكومة ساسكاتشوان وفيما بعد أصبح زعيما أو رئيسا لوزراء مقاطعة ساسكاتشوان هو الذي ساعد في كتابة الدستور الكندي آنذاك في العام 1982. المحطة الأخرى التي كانت في عند هذا الحزب في العام 1997 انتخابات العام 97 عندما كانت أكسا ماكدونا من الشرق الكندي وهي زعيمة الحزب في العام 1993 في تلك الانتخابات أودري ماكلولين خسرت نوابا من 30 نائب من 43 نائب إلى 9 نواب، وخسرت موقع الحزب كحزب في البرلمان. يعني كل حزب لديه أقل من 12 نائب لا يكون له ريسيرش بيرو وموازني في مركز بحث في البرلمان ولا يعطى ميزانية، فيفقد موقعه كحزب. فقد الحزب الديمقراطيين الجدد في العام 1993 هذه الصفة، لكن أليكسا ماكدونا في العام 1997 عادت وربحت 21 نائب في الانتخابات، وكانت قد ربحت 8 نواب في مقاطعات الشرق الكندي وهي أولى للحزب الديمقراطي الجديد، وكان قد خسر وزيرين من الحزب الليبرالي في حكومة الأغلبية. يعني فاز الحزب الليبرالي بحكومة أغلبية في العام 93 وفي العام 97، لكنه في العام 97 خسر وزيرين وربح حكومة أغلبية في الشرق الكندي. لكن هذا
لم يدم طويلا، تراجعت حظوظ الحزب الديمقراطي الجديد في العام 2000، واستقالت أليكسا ماكدونا، وحصل هنالك انتخابات داخلية في الحزب. كنت على تماس في تلك الانتخابات. الجدير بالذكر والمهم في الجالية العربية أنه كان هنالك 5 مرشحين، ال5 مرشحين طرحوا في برنامجهم الانتخابي سياسة نحو فلسطين، لأن أعضاء أبناء الجالية العربية في تلك الانتخابات كانوا قد تجاوزوا 10,000 عضو في حزب الحزب الديمقراطي الجديد في انتخابات العام 2003. وكان بيل بليكي النائب المخضرم من وينيبيك في مانيتوبا منافسا مع جاك ليتون. جاك ليتون لم يكن لديه مركز في البرلمان، كان عضوا في بلدية تورونتو، وكان رئيسا لاتحاد البلديات في كل كندا. ربح زعامة الحزب جاك ليتون من الدورة الأولى ب53%، لكن لم يكن لديه مقعد في البرلمان، فعين غريمه في الانتخابات إلى زعامة الحزب الذي كان نائبا في البرلمان الأمريكي، نائبا لزعيم الحزب، ووضعه كرئيس للكتلة البرلمانية في البرلمان. في العام 2004 فاز جاك ليتون بمقعد في البرلمان، علما أنه خسر 3 مرات سابقا في تورونتو عندما ترشح للبرلمان، خسر مقعدا برلمانيا 3 مرات. في العام 2004 عندما كان زعيما للحزب ربح مقعده في دون فالي من أمام دون ميلز الليبرالي، وكان الفارق بسيط جدا، أقل من 1,000 صوت في تلك الانتخابات. وفاز جاك ليتون وحزبه ب 19 نائب في العام 2004، ومن ثم لكن هؤلاء 19 نائبا كانوا كافيين، لأن الليبراليين كانوا بزعامة بول مارتان قد ربحوا حكومة أقلية ب 135 نائب. كان عدد نواب البرلمان 308 ونصف البرلمان 154، كان بحاجة الحزب الليبرالي إلى 19 نائب، وهو عدد النواب الذي حصل عليه حزب الـ NDP. ففرض جاك ليتون على بول مارتن في السنة الأولى في الميزانية 5.7 مليار دولار ليستثمرها في التعليم والصحة والبيئة، ووافق عليها بول مارتن. في العام 2005 بميزانية العام 2005 طلب جاك ليتون نفس الشيء، لم يتجاوب السيد بول مارتن رئيس الوزراء في ذلك الحين، لأنه كان يفكر أن استطلاعات الرأي هي من مصلحته ويمكنه أن يفوز بحكومة أغلبية، فلم يوافق. جرت انتخابات جديدة في يناير 2006، وخسر الحزب الليبرالي قيادة الانتخابات. فاز ستيفن هاربر ب 124 نائب مقابل 99 نائب لحزب الليبرالي، وارتفع عدد نواب حزب الـ NDP إلى 37 نائب إلى 29 نائب عفوا في تلك الانتخابات، 14 نائب. عزز وضعه جاك وكان بالمرصاد لستيفن هاربر، لأن ستيفن هاربر كان عنده حكومة أقلية ولم يمكنه القيام بالكثير. في العام 2008 فاز المحافظون بحكومة أقلية ثانية، حصلوا على 147 نائبا، كانت حكومة أقوى من الأولى من 124 نائب، وراجع الليبراليون إلى 86 نائب، وربح حزب الديمقراطيين الجدد عددا كبيرا من النواب إلى 37 نائب. كانوا دائما في ازدياد مع جاك ليتون. في العام 2008 حصلت حادثة مهمة جدا، أراد الديمقراطيين الجدد مع الحزب الليبرالي بقيادة ستيفان ديون
وبدعم من حزب البلوك ديبيكوا بزعامة جيل دوساب، والذين كان لديهم أكثر من نصف البرلمان كثلاثة أحزاب، أرادوا أن يطيحوا بحكومة ستيفن هاربر وأن يكون هنالك حكومة ائتلافية بزعامة ستيفان ديون ومشاركة جاك ليتون في هذا الطرح. كانوا يصوتوا ضد موازنة ستيفن هاربر، وعلى الحاكم العام في كندا أن يدعو إلى انتخابات جديدة أو أن يقول لثاني حزب البرلمان وهو الحزب الليبرالي بقيادة ستيفان ديون أن يشكل الحكومة فيما لو حصل على دعم الأحزاب الأخرى. فطن ستيفن هاربر إلى لعبة داخل الحزب الليبرالي، وأن هنالك مجموعة من الناس داخل الحزب الليبرالي لا توافق على هذا الشيء، فعلق البرلمان، وهي من السوابق في كندا. كانت الناس تقول أن تعلمنا كلمة جديدة، proroguing the parliament، تعليق البرلمان. علق البرلمان لمدة شهر ونصف. في ذلك الشهر حصل انقلاب داخل الحزب الليبرالي، لأن زعيم الحزب لديه موقعان، موقع وهو زعيم الحزب الذي يربحه في المؤتمر العام وهو قائد الحزب في البرلمان يعتبر أوتوماتيكيا، ولكن يحق للنواب أن يصوتوا ضده. كان الليبراليون عندهم 86 نائب، و57 نائب من الحزب الليبرالي دعموا مايكل إغناتييف ليقوم بزعامة الحزب في البرلمان. هذا الشيء غير من موازين القوى وانتقل عفوا. طيب نعطيك شوية راحة دكتور نور. نقطة مهمة جدا، تفضل. انتقل السيد ستيفن هاربر بعد تعليق البرلمان، وكان مايكل إغناتييف قد قام بانقلاب داخل الحزب الليبرالي وأزاح السيد ستيفان ديون من زعامة الحزب في البرلمان فقط وليس من زعامة الحزب ككل، ولم يمنح الليبراليين والديمقراطيين الجدد من تشكيل حكومة، ودعوا إلى انتخابات فيما بعد في العام 2011. خسر السيد إغناتييف هذه الانتخابات وسطع نجم جاك ليتون، لأنه نقل الحزب من 37 نائب إلى 100 ونائبين، وهي الأعلى في تاريخ الحزب، كانت أعلى نسبة في تاريخ الحزب في العام 1988 عندما حصل إد برودبانت على 43 نائب. في العام 2011 أكثر من دبل. في العام 2011 حصل جاك ليتون على نذكر ضيوفنا أنه كل التعليقات حنقرأها والأسئلة إن شاء الله في نهاية الحلقة عشان ما نقطع التسلسل، لكن في تعليقات مهمة جدا. أستاذ حسن بدي أسأل سؤال الآن. يعتبر حزب الديمقراطيين الجدد ثالث أكبر حزب في كندا من حيث الحراك السياسي اللي موجود في كندا، ولكن للأسف يمكن الحكومة أو تشكيل الحكومة هي كالكورة اللي بتروح بين الليبرال والمحافظين. ما جربنا الحزب الديمقراطي الجدد في أي حكومة فيدرالية، فهل لك أن تحدثنا عن أعمالهم على المستوى البروفينشال عشان نقدر ممكن نفكر في الحكم عليهم إذا وصلوا إلى، بما أنهم مرتبطين جدا بين الفيدرال والبروفينشال، إذا وصلوا لحكومة فيدرال إيش حيسووا لك؟ أوكي. عندما نتحدث عن السياسة الكندية والسياسة بشكل عام، طبعا عندما نتحدث عن تاريخ حزب معين نركز على هذا الحزب، ولكن في الحقيقة لا يمكن دراسة تاريخ حزب معين دون دراسة البيئة التي يعمل خلال هذا الحزب. مثلا أخي الدكتور نور تحدث عن عام 93 الذي خسر فيه، يعني تراجعت شعبية الحزب الديمقراطي الجديد، ولكن في عام 1993 في هذه الفترة كان هنالك عاملان،
أثرا في هذا الموضوع. أولا أن الحزب الليبرالي عاد إليه جون كريتيان بعد نوع من المنفى السياسي، وجون كريتيان كان رجلا شعبيا وكان له عنده شعبيته، هذا أثر من هذه الناحية. من الناحية الأخرى كان في كندا في ذلك الوقت حكومتان للمقاطعات يقودهما الحزب الديمقراطي الجديد. كان بوبري الذي هو الآن في الحزب الليبرالي، وفي إحدى الفترات كان مرشحا لقيادة الحزب الليبرالي، وكان وزيرا في الحكومة الليبرالية الفيدرالية، ولكن في عام 1993 كان رئيسا لوزراء المقاطعة أونتاريو. وفي نفس الوقت كان مايك هاركورت كان رئيسا لوزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية، بريتش كولومبيا. كان القرارات التي اتخذها بوبري والقرارات التي اتخذها مايك هاركورت لم تكن لها شعبية كبيرة، فهذه أثرت كثيرا سلبيا على أداء الحزب الديمقراطي الجديد على المستوى الفيدرالي. إذن الأمور مترابطة ما بين السياسة في المقاطعة والسياسة في الاتحاد الكندي، وخاصة عندما تكون هنالك علاقة عضوية. ولكن إذا حكومة بوبري للأسف معناها كانت حكومة تقدمية وحكومة يعني حاولت أن تعمل، ولكن أونتاريو كانت لفترات طويلة يقودها حزب المحافظين، وعندما تنتقل من اليمين إلى اليسار هنالك نوع من ردات الفعل، ولم يكن القرارات اللي حاول اتخذها بوبري شعبية كثيرة. ولكن بساسكاتشوان كما قلنا مثلا كما تفضلت أنت دكتور جمال قلت أن الضمان الصحي في كندا بدأ في ساسكاتشوان، كانت حكومة للديمقراطيين الجدد. لذلك بإمكاني أن ننظر ماذا فعلوا في المقاطعات الأخرى، وكانوا دائما من الأحزاب التي تعمل لحماية البيئة ولحماية الطبق الشرائح المهمشة من المجتمع. كما قلنا عندما نقول حزب يميل إلى اليسار بشكل عام هنالك ركائز، أولا هي العمل لمساعدة الطبقات الفقيرة المهمشين، دعم البيئة، العمل للحفاظ على السلم الدولي، وهذه من إنجازات الحزب الديمقراطي الجدد، وخاصة إنجازاتهم بشكل عام كانت على الصعيد الفيدرالي من حيث كبح جماح بعض أحيان كبح جماح الحكومات الأقلية التي تحاول أن تحكم كحكومات أكثرية، لدرجة أن كان برودباند في كثير من الأحيان أدي برودباند وكما قلت لكم كان من حكماء السياسة الكندية كان يقول أن الليبراليين يأخذون حملاتهم الانتخابية على برنامج للNDP ومن ثم يحكمون على برنامج للحزب المحافظين الجدد، يقودون الحملة الانتخابية بشعارات الديمقراطيين الجدد ومن ثم يحكمون بسياسات المحافظين. وجود الديمقراطيين الجدد والخضر كما تحدثنا الأسبوع الماضي يؤثرون كثيرا على برامج الأحزاب، وخاصة لوجودهم في المناظرات تحدث المناظرات كما قلنا قبل الانتخابات، المناظرات بين زعماء الأحزاب وردات الفعل الشعبية تدفع الأحزاب الكبيرة بما فيها المحافظين والليبراليين ليأخذوا إن لم يكن أقساما كبيرة على الأقل شذرات من برامج الأحزاب الصغيرة، البرامج التي تلقى تأييدا شعبيا. وعندما تأتي النتائج بحكومة أقلية هنا تأخذ الأحزاب الصغيرة كما قلنا في الأسبوع الماضي حزب الخضر، ولكن لم يكن له فرصة كبيرة لأن أعداد نوابه كان دائما قليلا، وحزب الديمقراطيين الجدد الذي لاحظنا فترات طويلة أثر تأثيرا كبيرا على برامج الأحزاب الرئيسية. وخاصة أنا أذكر أدي برودباند كان يؤثر في السياسة الكندية ليس فقط بعدد النواب الذين ينجح بإيصالهم إلى تحت قبة البرلمان بقدر ما بشخصيته وبفكره. كان في مناظراته في محاضراته في كلامه مع الناس
كان يؤثر كثيرا في السياسة الكندية. واضح. أنا هنا يعني أريد أن أسأل أستاذ حسن، في السابق كنت تتوقع أنه قد يلجأ الحزب الليبرالي إلى انتخابات مبكرة، وهنا يستوقفني الحال الذي نحن عليه الآن، والأمر كأنه يدور بين الحزب الليبرالي والإن دي بي. يعني الأمر ليس فقط مشهدا واحدا زي ما قال الدكتور نور في سرده واستعراضه للمحطات المختلفة للحزب، كان هناك دائما مراوحة زي ما بنحكي بالكرة، واحد بيمرر الكرة والثاني بشوط، فكأنه الحزب الان دي بي هو اللي بيمرر وحزب الليبرال هو بشوط. أريد أن أوجه سؤالي بداية للدكتور نور ثم يعقب الأستاذ حسن إن شاء على ذلك. بناء على هذا التوقعات والاحتمالات أنه يتم انتخابات مبكرة أو لا يتم انتخابات مبكرة، ولكن الان دي بي في كل مرة هو الذي يضغط باتجاه مصلحة شرائح مختلفة، لنقل شرائح مختلفة من الناس، متوسطة يمكن متوسطة نعم لنقل ذلك، أين تتوقع في القريب العاجل بناء على هذا الأمر أدوا أداء جيدا في وقت الحجر وفي وقت الضغط باتجاه التعويضات، وأدوا أداءات جيدة في السابق في مصلحة العامل، أين تتوقع بعد هذه المشاهد في القريب العاجل أن يكون موقع الحزب؟ وكما نعلم أن هناك من الأحزاب مع الزمن تضعف أو تكون فقيرة قياديا، يعني القيادات فيها تقل، وهناك من الأحزاب مع الزمن القيادات فيها تزداد وتكون أكثر لمعانا، ونحن نرى أنه زي جاكنيت، يعني شفنا له مواقف وشفنا له مؤيدين وأصبح شخصية كاريزمية أخرى كالتي كان يتحدث عنها ويستعرضها كثير من الأصدقاء عبر نقاشهم لشخصيات كاريزمية في الأحزاب المختلفة. فتتوقع إلى أين الحزب انتخابيا وموقعيا في الانتخابات القادمة دكتور نور؟ وبعد ذلك يعلق على الكلام. أنا لا أتوقع أن تحصل الانتخابات في القريب العاجل، لأن السيد رئيس الوزراء هو في وضع حرج، نراه اليوم الصوت عند الدكتور نور. دكتور نور الحمد لله أنا فكرت أنه انقطع عندي أنا. لا أعتقد الدكتور نور بتحب تكمل أعطينا وجهة نظرك حتى يأتي دكتور نور. أستاذ حسن، أنا في هذه النقطة أنا والدكتور نور قد لا نتفق 100% في الموضوع، وكلها تخمينات، يعني أنا أتوقع وهو يتوقع وربما قد تكون نتيجة موافقة لرأيي أو لرأيه. ولكن الذي أتوقعه أنا وكما أقول أشدد، هي مجرد ليست قراءة في فنجان القهوة ولكن توقعات، بما أن حكومة تريدو الآن هي حكومة أقلية، وأي رئيس حكومة يحتاج لأكثرية ليحكم مطلق اليدين، قد تراوده نفسه وقد يدفعه مستشاروه لإجراء انتخابات مبكرة. لماذا؟ لأننا كما نرى الآن أنه يعطي الأموال يمينا ويسارا كمن لا يخشى الفقر، يعني يتصدق كمن لا يخشى الفقر، وكأنه يعطينا أموال، يعطي يرجع لنا أموالنا نحن، هو لا يدفع من جيبه ولا من جيب أبيه، يعطينا من أموالنا ويبدو وكأنه حاتم الطائي. نعم. وبالتالي بهذه الطريقة شعبية تريدو يعني الآن شعبية كبيرة جدا جدا ارتفعت جدا. الدكتور نور يقول وأنا أوافقه الرأي أن كثيرا من هذه السياسات يدفعه لها حزب الديمقراطي الجديد، ولكن الحزب الديمقراطي الجديد يعمل إلى حد من وراء الستار، الذي هو في المؤتمرات الصحفية يوميا ويتحدث للناس ويوقع الشيكات هو جوستين تريدو. نعم. الناس لا ترى كثيرا دور الحزب الديمقراطي الجديد. وهنا التحدي الذي يواجهه الحزب الديمقراطي الجديد بزعامة جاك ميتسينغ، أن
يشرح للناس أن الذي يقوم به تريدو هو له فضل كبير به هو كحزب ديمقراطي جديد. الإعلام يعمل له دور هام جدا جدا بالموضوع، ولا أدري لأي درجة سينجح حزب الديمقراطي الجديد بإظهار الحقائق. هذه نقطة. نقطة الأخرى، في الانتخابات الماضية كما نعرف كثيرا ما نعرف أن الانتخابات يحسمها في كندا بشكل عام شئنا ما بين وسط كندا، يعني أونتاريو وكيبك. كيبك للأسف في مع أن في أيام جاك ليتن في الموجة البرتقالية حصلوا على ما يزيد على عن نصف النواب في كندا، تضاءل عددهم الآن إلى نائب واحد في ألكسندر بوليريس. يعني في الاندي بي عنده نائب واحد في كيبك، وفي التوجه العلماني في كيبك والعداء أو على الأقل رفض الرموز الدينية والممارسات الدينية وكل هذه الأمور، جاك ميتسينغ عنده صعوبة صورة في كيبك. أنا لا أعارضه، لا أقول أنه هو ليس برجل المرحلة وليس بالرجل الصحيح، لا، ولكن بالنسبة للناخب الكيبكي، بالنسبة للناخب الكيبكي والنزعة القومية في كيبك، وخاصة النزعة القومية التي تميل نوعا ما إلى الإلحاد أو على الأقل معاداة الدين أو الابتعاد عن الدين، لا ترى في جاك ميتسينغ الرجل الذي سيمثلها، وهذا ما دفع ثمنه الحزب الديمقراطي الجديد في الانتخابات الماضية. نعم. وبالتالي أنا قد يكون الأمل. والنقطة أخرى بالنسبة للتوجه القومي في كيبك، الحكومة الحالية في كيبك، كيبك تشكل ربع سكان كندا، سكان كيبك هم ربع سكان كندا، ولكن عدد الإصابات في كيبك تفوق نصف الإصابات في كندا، عدد الوفيات في كيبك تفوق بكثير النصف في الإصابات في كندا. يعني الحكومة الكيبكية أخفقت بالإصابات قصدك بالكورونا، بالكورونا أخفقت إخفاقا كبيرا. وإذا نظرنا لعدد المصابين أو عدد الوفيات من ناحية النسبة المئوية من عدد السكان، نجد أن أداء الحكومة الكيبكية مريع، أداء سيء جدا على الصعيد الدولي، ومع ذلك استطلاعات الرأي ترى أن هذه الحكومة في المقاطعة لها تأييد شعبي كبير جدا جدا جدا. لماذا؟ ليست مسألة كورونا أو الأداء، هي المسألة النزعة القومية، ويرون في هذه الحكومة أنها تمثلهم. أستاذ حسن، I think كيبيك فعلا يعني بتحتاج، أعتقد أنه نسوي حلقة عن السياسة في كيبيك لأنها تختلف اختلاف كبير. طبعا وأتوقع طبعا أنه هذا مهم جدا. طبعا هرجع. أنا ما أوافقك الرأي، ولكن فقط لأختم هذه النقطة طبعا. وهذه العقبة الكأداء التي سيواجهها الحزب الديمقراطيين الجدد في الانتخابات إذا دعي لها قريبا، لأن صورة الزعيم والنزعة السيادية إذا شئنا أو الانفصالية أو النزعة القومية أسمها ما تشاء، وأي حزب كندي، لا أقول فقط الـ NDP، أي حزب كندي إذا خسر كيبك سيخسر الانتخابات. دكتور نور، يعني وضع حزب الديمقراطي الجديد انتخابيا في آخر دورة كان وضعا سيئا، لأن الإعلام الكندي ككل كان قد صور السيد جاغميت سينغ على أنه سيكون زعيم لمرة واحدة، بدأ التصويب عليه على أنه سيخسر مقعده الانتخابي، وعندما ربح مقعده الانتخابي قالوا أن حزب الديمقراطي الجديد سيفقد موقعه كحزب في البرلمان وسيحصل على أقل من 12 نائبا. لقد واجه السيد جاغميت سينغ بأرقام أصعب وعاد إلى الحياة السياسية، فهو مع 24 نائب أقوى من توماس مولكير مع 100 ونائبين، لأن لديه ما يسمى البالانس أوف باور أو ترجيح كفة الميزان في حكومة الأقلية. كما أشار أخي حسن أن معظم هذا الدعم المالي الذي يطرحه ترودو من مليارات الدولارات إلى الناس كانت بضغط من الحزب الديمقراطي الجديد. فمثلا السيد ترودو كان اقترح إعطاء 10% من رواتب الموظفين للشركات
حزب الديمقراطي الجديد كان قد فرض عليه أن يرفع هذه إلى 75%، وهدده إذا لم يفعل فإنه سيسقط موازنته. هو الذي قام بتمديد CRB أو المبلغ $2,000 الذي يعطيهم للناس من 4 أشهر إلى 6، هذه كانت من الحزب الديمقراطي الجديد، والذي دعم إعطاء أموال للمسنين، لأصحاب الاحتياجات الخاصة، للطلاب $1,250 وفما أكثر للطلاب الدراسات العليا. هو الذي فرض عدم دعم الشركات المسجلة خارج كندا والتي تهرب من الضريبة. أمور كثيرة. ما يشير أخي حسن أن صحيح جدا أن ترود أن البين للناس للعوام أن ترود يقوم بهذا الشيء، ولكن عندما يكون هنالك مرحلة انتخابية وبرنامج انتخابي توضح تلك الأمور في المناظرات، عند النواب تطرح هذه الأمور، وقد يتعرى الحزب الليبرالي بقيادة سيد ترودو عن هذه الأمور، وقد يستفيد الديمقراطيون الجدد بشكل كبير. هذا أولا. الجزء الثاني أن حزب الخضر وحزب المحافظين لديهم انتخابات زعامة، ونحن نعلم تاريخيا في كندا كل زعيم جديد لأي حزب يحظى بما يسمى بشهر العسل أو الهانيمون، وقد يستمر إلى أشهر طويلة. فبعد آب وأكتوبر الحزب المحافظين وحزب الخضر سيرتفعون في استطلاعات الرأي، وهذا ليس من مصلحة الحزب الليبرالي. حزب البلوك كيبيكوا هو حزب لديه زعيم قوي في كيبيك، حصل على 32 نائب في الانتخابات، لكن خسر 10 مقاعد بأقل من 1,000 صوت أمام الحزب الليبرالي، وهو يأتي بقوة وقد يربح هذه المقاعد فيما لو حصلت الانتخابات في مرحلة مقبلة. قد يكون وضع السيد ترودو صعبا في ما لو حصلت أي انتخابات، لأن الانتخابات ستكون دائرة، كيبك سيكون لها دور، دعمات الحزب الخضر والحزب المحافظين سيكون لهم دور، والسيد جاغميت سينغ وأدائه الرائع في البرلمان الكندي لن يكون عرضة للضغط من الإعلام الكندي كما كان في الانتخابات الماضية. أريد أن أشير إلى مسألة مستجدة حصلت في اليومين الأخيرين، أن السيد جوستان ترودو هو تحت مراقبة من الأثيكس كوميشنر، لأنه كان سيريد أن يعطي $900 مليون للمتطوعين الطلاب في الصيف، وكان يريد أن يوزعها من خلال أحد الجمعيات التي لديه علاقة ووثيقة وهو وزوجته مع تلك المؤسسة. وعندما رفعت الأحزاب علامات استفهام على تلك المؤسسة The We Foundation، الآن يخضع رئيس الوزراء بتحقيق من الإثيك كوميشنر على أن هذا الموضوع هو موضوع غير أخلاقي، وأن السيد رئيس الوزراء ترودو هو رئيس الوزراء الأوحد الذي في 5 سنوات خضع لتحقيق من النظر العام في الأخلاق. دكتور نور، سننتظر الرد. دكتور نور، هذا الموضوع لأنه سنتحدث عنه أتوقع باستفاضة لما نأتي للحزب الليبرالي، أريد بكلمة واحدة إذا تكرمت علينا، بكلمة واحدة. طبعا احنا قبل مده بسيطه حدث اشكال مع جاكميت سينغ في الـ في الـ في, الـ في البرلمان، ولتصريحات معينه او بعض المناوشات اللي صارت بينه في العنصريه وموضوع العنصريه، واتهم بتجاوزه عن مبادئ البرلمان واخراجه من الجلسه، وهذه الامور التي حدثت. بكلمه واحده، هل ترى ان الاسهم الـ NDP في البرلمان إلى تصاعد، أم
غير واضحة، ارتفع جدا، وبالأخص بعد تلك الحادثة فقد سحب السيد جاجميت سينغ بعض الضوء من أمام رئيس الوزراء السيد جوستان ترودو. كان لمدة أسبوع هو على جميع محطات وفي مؤتمرات صحفية، وأخذ استعطافا كثيرا من الناس، بالأخص بما يحصل الآن في التحقيقات ضد البوليس الكندي مع العنصرية ضد السكان الأصليين Indigenous People أو Black Lives Matter وكل الأقليات والRacialized Minorities. سيد جاجميت سينغ حصل على نقاط كبيرة في هذا الموقف، وهذا قد يعزز وجوده أكثر في البرلمان في المرحلة المقبلة. طيب يعني شكر الجزيل، دعونا نتأخر أكثر من ذلك عن الإخوة وتعليقاتهم، لأنه سيكون استكمالا بعد ذلك في الحلقة القادمة لباقي النقاط التي. دكتور مخلص بيحكي أنه التناغم بين الضيفين يحسدين عليه، وهو شيء برفع الرأس بين الجالية العربية. أنا بحكي كنار تي في تحسد على هذول الضيفين، لأنهم فعلا من أجمل الضيوف ونفتخر بكما يعني صراحة، والجالية العربية أكيد ترفع الرأس. شكرا شكرا. دكتور مخلص بحكي فكرة حلوة نحكي عن حلقة الفرق بين النظام الصحي بكندا وأمريكا، بعرف إذا بنقدر نفرق نسوي لها حلقة، لكن بنحاول نحكي عن الفرق السياسي بين كندا وأمريكا وطريقة الانتخاب إن شاء الله. الأستاذ جارو طبعا بوجه تحية للدكتور نور الصديق دور، بس بيحكي للأسف قيادة الحزب فيها خلل على مستوى قيادة الدولة واستراتيجياتها، فكل حزب يفوز بأغلبية المقاعد ليقود الحكومة، إن لم يتفق برؤيته ومصالحه مع الحكومة السابقة اللي أعتقد أنه قصده من نفس الحزب، يقوم بنفس البرنامج التي كانت الحكومة السابقة تعمل بموجبها للأسف، وبالتالي تؤدي إلى هدر كبير في الأموال المبذولة. يكمل ويقول بمعنى أن البرامج يتم أحيانا نسفها ولا تستمر، ومثال على ذلك علاقة كندا مع الصين أثناء استلام الليبراليين ومن ثم استلام المحافظين وتوقيف التعامل معها أثناء استلام الحكومة، ولا تأثير للأحزاب التي تحظى بالدرجة الثالثة بشكل مباشر إلا في وجود حكومة أقلية، وهذه هي التركيبة للقيادة تقريبا تلغي دور الأحزاب التي لها مقاعد أقل. بعرف إذا عندكم أي تعليق. تعليق بسيط على هذا السؤال المهم، أن بالطبع الأحزاب لها أيديولوجيات. السيد ستيفن هاربر لم يزر الصين إلا بعد 5 سنوات من توليه زعامة رئاسة الحكومة الكندية، وهذا شيء أيديولوجي. يعني كان انتقده عليه جون كريتيان أن أي رئيس حكومة لكندا يرى الصين كلاعب أساسي على جميع المستويات في العالم، لا يمكنه أن يدير ظهره للصين. أمور من هذا الشكل تحصل بطريقة أيديولوجية. عندما يكون هنالك حكومات أقلية تضطر الحكومات إلى أن تتعامل بشكل مختلف وأن تأخذ آراء الأحزاب الأخرى في البرلمان. أستاذ حسن كان عندك بسوء. أنا التعليق مهم جدا، أشكر صاحبه، وهذا يعطي زخما لحجج الأحزاب الصغيرة كالديمقراطي الجديد وحزب الخضر عندما يطالبون بالديمقراطية النسبية. عندما ننظر يعني قد يأتيك نائب يفوز في 25% من أصوات الناخبين، ولكنه يكون له 100% من المقعد البرلماني، وهذا ما يحصل كذلك مع الأحزاب. يعني مثلا الآن شعبيا الحزب المحافظين أخذ عددا أكبر من الأصوات من أصوات الناخبين من الحزب الليبرالي، ولكن الحزب الليبرالي هو الذي شكل الحكومة عدد بسبب المقاعد. هو ليس عدد الناخبين بقدر ما هو عدد المقاعد، ومن هنا المطالبات لتغيير النظام الانتخابي. نقطة أخرى، حتى الأحزاب التي تحكم هي ليست الأحزاب التي تحكم، هنالك أشخاص يحكمون
يعني يحتاجون الحزب ليصلوا إلى السلطة. ولكن عندما يكونوا في السلطة، يعني الآن السيدة تريدو وفريق العمل لا يرجعون بكل شريدة وواردة إلى الحزب. الحزب بين المؤتمر والمؤتمر لا دخل، لا تأثير كبير له بين المؤتمر والمؤتمر. وحتى في المؤتمرات المسألة ليست بهذه السهولة. يعني الديمقراطية ليست بالشكل الذي نتصوره، أن 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 الناس أو الناخبين أو الجمهور هو الذي سيحكم. لا، هنالك نخبة من الناس تحتاج لأصوات الناس لتصل إلى السلطة، ولكن عندما تصل إلى السلطة ستحكم ضمن إطار تصوراتها وضمن إطار القيود التي يفرضها عليها الواقع والمجتمع الدولي. ولهذا يجب أن نكون مهتمين بانتخابات زعامة الأحزاب والأحزاب نفسها ونكون منخرطين فيها، فهذا شيء جديد. جارو بضيف بيحكي: من يتابع حزب الديمقراطيين الجدد يلاحظ مدى اهتمامهم بطرح أفكارهم وتأثيرهم في المرحلة الراهنة التي نمر بها، وكيف يقول للشعب الكندي بأن لهم تأثير مباشر على قرارات الحكومة الحالية. أعتقد أنه يعني إحنا كباقي الأحزاب سنترك الباقي للحلقة القادمة إن شاء الله، لأنه حزب مهم وحزب له ثقل في السياسة الكندية. أنا طبعا الوقت يداهمنا، ففي نهاية الحلقة إذا في عندكم أي تعليق أو أي شيء بتحبوا تضيفوني سريعا أستاذ حسن. كل ما هنالك، أشكر جميع المشاهدين والمستمعين لتجاوبهم معنا، وأشكركما لهذه الدعوة، وندعو جميع الإخوة والأخوات للاستماع. كما نعرف أن هذه الحلقات الدائرة موجودة على اليوتيوب، أدعو الجميع لمشاهدتها كلها لأنها هي مترابطة. صح، عندما تحدث عن الحزب الديمقراطي الجديد نتحدث عن الديمقراطي الجديد، ولكن نتحدث عن الأحزاب الأخرى أيضا، ونتحدث عن السياسة الكندية بشكل عام. وبالتالي من فاتته حلقة ليستمع إلى الحلقات الكاملة، ستعطينا صورة وستساعدنا للقيام بدورنا كمواطنين. يعني الديمقراطية يعني لن تنجح الديمقراطية بدون تفاعل المواطنين أو الناخبين، ولا ينجح الناخبون باختيارهم إن لم يكونوا على دراية بما يحصل. وهذا جزء من التجربة التثقيفية. لا أقول أن الدكتور نور أو أنا نملك الحقيقة الكاملة أو كل الحقيقة، ولكن على الأقل هذه وجهات نظر مبنية على قراءات طويلة وخبرة طويلة في الحياة السياسية. وسواء أنا أو الدكتور نور نمثل أنفسنا ونبذل جهدنا ونعطي ما نحن مقتنعون به أنه الحقيقة، ولكن قد يختلف معنا زيد أو عمر من الناس، ونحترم رأيه أيضا. ولكن كما تستمع لنا استمعوا لغيرنا أيضا، وكونوا فكرة واضحة حتى عندما تكون هنالك انتخابات، سواء كانت انتخابات داخل حزب معين أو انتخابات على صعيد البلدية أو صعيد المقاطعة أو صعيد الاتحاد الكندي، على الأقل أن يكون الناخب فعلا شريكا في هذا الوطن وشريكا في بناء هذا الوطن وفي بناء مستقبله. وشكرا جميلا للجميع. دكتور، أنا أكرر شكري لكم دكتور جمال وأستاذ محمد ولجميع المستمعين والمشاهدين. يعني حزب عريق مثل حزب الـ NDP لا يمكننا أن نغطيه بحلقة أو حلقتين، لكن أردنا أن نضفي بعض الشيء. أريد أن أضيف كلمات بسيطة إلى أن حزب الـ NDP هو يعد هو حزب اشتراكي على اليسار، هو عضو في منظمة الاشتراكية العالمية Socialist International. كان السيد توماس موركير يحاول أن يزيح الحزب إلى أكثر إلى الوسط، والجميع في الانتخابات التي خسرها في العام 2015 أمام السيد تردو عندما طالب ببالانس بادجت ترتيب الموازنة. أنت عم بتجاوب جواب جارو. ممتاز. أنا كنت أسألك إياه بس أنت أعطيتنا الجواب، تفضل. فالحزب الـ NDP
طالب بتصحيح الموازنة في حين طالب السيد رودو بإعطاء عجز 10 مليارات دولار في الموازنة، وعندما حكم أعطى 30 مليار دولار في كل سنة عجزا في الموازنة، فحكم على اليسار وصرف يمينا ويسارا في هذا الاتجاه. حزب الـ NDP اليوم تعلم من هذا الخطأ الذي قام به السيد توماس مولكير، وهو الآن يعيد قوة اليسار الديمقراطي داخل الحزب. أذكر في العام 2016 في مؤتمر حزب الـ NDP في أدمنتون طرح هذا الموضوع على أن الحزب هو سوشال أو سوشاليست، هو اجتماعي أو اشتراكي، وحصل تصويت على هذا الموضوع، وكان السيد توماس مولكير يدعم موضوع السوشال عدم وليس السوشاليست، وكان اليساريون داخل الحزب والذين يسمون NDP سوشاليست يدعمون أخذ الحزب أكثر إلى اليسار والتركيز على مواضيع الصحة والبيئة وتأمين بعض الأمور، وعلى عكس الليبراليون، واتهم الكثير من أعضاء الحزب الديمقراطيين الجدد السيد توماس مولكير بأنه ليس من أعضاء الحزب الديمقراطي الجديد، هو كان ليبراليا، كان نائبا ليبراليا داخل حكومة الحزب الليبرالي مع السيد شريف في كيبيك، كان وزيرا للبيئة، وفي وقت من الأوقات كان يجري مفاوضات إلى أن يكون نائبا عن حزب المحافظين اليمين أو نائبا عن حزب الديمقراطيين الجدد مع اليسار. هذا يقول لنا كثيرا عن السياسة الكندية. فمفارقات بسيطة إلى أن الحزب الديمقراطي الجديد يميل أكثر اليوم إلى مكانه الطبيعي، وأن الجناح اليساري في الحزب يقوى أكثر داخل الحزب، وهذا ما يدعم في سياساته اليوم داخل البرلمان، وصوته يكون أكبر وأعلى في حكومة أقلية. أريد أن أشير إلى أن أهم الكتب الذي قرأت جاك ليتون هو عنوانه Speaking Out Louder، وكان يشير أكثر إلى وضع حزب الـ NDP أن صوته أكبر كثيرا بالأخص في حكومات الأقلية. أشكركم مجددا، وإن شاء الله في الأسبوع المقبل نجيب على الكثير من الأسئلة. إن شاء الله. يعني أنا أريد أن أشكر كليكما على هذه الحلقات المميزة والمساهمات الرائعة، والحقيقة التي نستفيد منها كثيرا. أطمح وأطمع وأتمنى إنه أصدقائنا في مجتمعنا العربي في كندا يتابعوا الحلقات هذه سواء مباشرة أو بعد التسجيل، حتى يتسنى لهم أن يتعرفوا كثيرا على العديد من المعلومات. والحقيقة من الجميل في هذه اللقاءات هو المزج ما بين الأفكار المختلفة والمزج ما بين المحاور المختلفة التي يقوم عليها أي حزب من الأحزاب. فحين نتحدث عن السياسة لا ننسى الاقتصاد، وحين نتحدث عن الانتخابات لا ننسى عن المواقف الإنسانية، وحين نتحدث عن المساهمات بين أعضاء الحزب وتغيراتهم لا ننسى أن هذا الحزب له مكانة وكيف يضغط وكيف يؤثر. الحلقات متراكمة ومتراكبة ومتداخلة، من المهم جدا الانتباه إلى ذلك بمن يريدون أن يراجعوا هذه الحلقات ويستمعوا لها، ويحاول الضيفين العزيزين بمهارة وبراعة أن يفككوا هذه المحاور المتداخلة ونصوب السهام باتجاه محور حتى لا نخلط الأوراق كثيرا وحتى يسهل الشرح، وهم يقومون بذلك بطريقة أكاديمية رائعة. فأنا أكرر الشكر لهما شكرا جزيلا وشكرا للمشاهدين. أنا معلش أعذروني، أنا حابب أحكي أنه هما ليسوا بضيفين، لقد أصبحوا من أهل الدار.
صحيح. صاروا يعني من أهل كنار ونحن نفتخر بهم صراحة، وبكل من صحيح. يقوم بمحاولة إعطاء الصورة الصحيحة للوضع ودعم أو إرشاد أو يعني مساعدة القادم الجديد أو العربي الغير منغمس في السياسة أنه يفهم ما هي السياسة الكندية، لأنه هذا شيء مهم هنا ويجب أن نكون متفاهمين كيف نستطيع أن ننمي هذه الأمور. أشكركم مرة أخرى، أشكر جميع من شاهد هذه الحلقة وكتب وعلق وسأل. أذكركم بحلقات يوم غدا إن شاء الله الساعة 7 حتكون معنا حلقة مميزة مع في جمال التطوع مع إكرام، والساعة 9 إن شاء الله حنكون في جمال الفلكلور والثقافة الشركسية، فكونوا معنا في حلقة متميزة بالثقافة والفلكلور وحلقة أخرى متميزة بالتطوع، وما نقول لكم الآن تصبحون على خير. تصبحون على خير. تصبحون على خير.